أعلنت الجزائر يوم 18 أكتوبر بمقر المدرسة الوطنية العليا للفلاحة اليوم العالمي للتغذية تحت شعار الزراعة والحماية الاجتماعية تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي، حيث أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي على افتتاح هذا اليوم، حيث ذكر بالنتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة لرفع مستوى الإنتاج. سيداتي سادتي، إن النتائج الإيجابية المحققة في ميدان محاربة المجاعة والفقر الريفي في الجزائر هي ثمرة السياسات المنتهجة منذ سنة 1999 وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تم تكريم بعض الفاعلين وهذا تقديرا لجهودهم المبذولة طيلة السنوات في خدمة القطاع وترقيته. وزار الوزير رفقة الوفد المرافق له المعرض الذي نظم بالمناسبة والذي شارك فيه حوالي 50 عارضا. من جهة أخرى تم تنظيم لقاء بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع مختلف الكفاءات المهنية.